أود أن أستثمر هذا الوجود لأبعث برسالة لكل الشركات، لكل المستثمرين، وأقولها بكل ثقة: إذا كانت الفرص الاستثمارية اليوم متاحة، غدا سوف يكون هناك جهد كبير حتى تحصل على فرصة استثمارية في العراق. أدعو الشركات ورجال الأعمال للانخراط بشراكات مع القطاع الخاص العراقي. هذا القطاع الخاص الذي يضم رجال ونساء على درجة من الجرأة والشجاعة والإمكانية والصبر على الروتين والبرامج الكثيرة والمتنوعة التي عملنا عليها سوية. أفضل طريق هو خلق هذه الشركات، وستجدون منا كحكومة، وأستطيع الحديث نيابة عن الأخوة البرلمانيين، كل الرعاية والاهتمام.